بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يؤدي مباراه قويه ويتاهل لدور النهائي النهارده ان شاء الله. لكن خليني سريعا اخد اراء بعض الجماهير وبعض اعضاء النادي اللي دايما بيكونوا متواجدين بيأزروا النادي الاهلي دايما في اقوى المناسبات، طبعا لا سيما مباراه الاهلي والنجم الساحلي في اياب دورنس في النهائي. استاذ ناصر برنس طبعا برحب بيك، واكيد مباراه قويه ومباراه مهمه وجمهور كتير ان شاء الله هيأزر النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ربنا يكرمنا من فضل النادي الاهلي اولا واللعيبه الافاضل، ان شاء الله ربنا هنصعد ان شاء الله من غير مقاطعه، وهنكسب من فضل النادي الاهلي وجمهوره ورؤسائه وفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا، وفضل المشجعين الجمال اللي معانا دول والتشجيع، وربنا ينصرنا ان شاء الله. وقناه الاهلي دي حاجه جميله بتوصل الناس اول باول، وحاجه ممتعه يعني بجد والله، يعني حاجه جميله جدا. شايف مين يكون مؤثر النهارده من لاعبي النادي الاهلي في المباراه؟ والله انا يعني حاطط املي في ربنا سبحانه وتعالى، ويعني مثلا احنا عارف اللي هو سمعت اللي متعب هينزل، مش عارفين لسه طبعا، احنا لسه مش عارفين، لكن وارد ان متعب بيتالق بالمناسبه في التدريبات بشكل جيد جدا وجاهز بدنيا بشكل كبير جدا، ممكن عماد متعب يكون يعني في حاجه ناس لعيبه كتير جدا، ومتعب احنا سمعنا الاشاعه، بس ان شاء الله ربنا عشان هو برضو راجل افريقي كتير وعنده خبره وربنا يكرمنا بيه، ووليد سليمان سمعت له هو هينزل برضو، وان شاء الله ربنا يكرمنا، وعبد الله السعيد سمعت له هو هينزل، وان شاء الله حاجه هتبقى جميله، كله جاهز وكله جاهز، احمد في غياب ومش عارف، بس ربنا هيكرمنا ان شاء الله وينصر الجمهور اللي جاي من اخر الدنيا ده، وهيملى الازاز زي منتخب مصر كده، وهنفرح وان شاء الله ونفرح بلدنا ان شاء الله. انا متوقع بس والله النتيجه يعني مثلا ايه، انا متوقع يعني نفسي بس ايه يعني 1-0 ونكسب، بس انا طمعان وامسك الخشب في الـ2-0، ودي بقولها من قلبي صراحه يعني، وحلمت بيها امبارح. وطبعا نعز الشهداء طبعا بلدنا والافاضل اللي هم بيحمونا، الشرطه برضو، وربنا يكرمنا ان شاء الله وبالفوز وبفضل ربنا وفضل الجمهور الجميل اللي واقف ده. عايز اخد توقعاتك للمباراه ان شاء الله 2-0 يعني جايك كده كده ومتفائل، وان شاء الله تبقى افريقيا التاسعه. بس مطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي النهارده؟ مطلوب من نستفاد من اول 10 دقائق ودفعه الجمهور ان شاء الله، واول 10 دقائق نجيب جون ان شاء الله. ان شاء الله هنستغل اول 10 دقائق، هيجي لنا فرص ان شاء الله. شايف مين من لعيبه النادي الاهلي اللي ممكن يتالق النهارده، ممكن يكون ليه دور كبير جدا ان شاء الله النادي الاهلي يفوز؟ انا شايف النهارده اجاي وعلي معلول هم اهم مفتاحين لعب عندنا، وازار ان شاء الله لو مركز النهارده هيقدر يعمل حاجه كويسه يعني ان شاء الله. ان شاء الله توقعاتك للنتيجه يا امير النهارده، قول لي النتيجه كام، وشايف مين من لعيبه النادي الاهلي ممكن يكون عامل قوي بالنسبه للفريق من خلاله يقدر يفوز؟ هو طبعا ان شاء الله النهارده 1-0، يكون ان شاء الله عماد متعب ينزل ويفرح جمهور الاهلي وجمهور مصر كله. غياب طبعا احمد فتحي وحسام عاشور ده ضربه قاسمة للنادي الاهلي، بس ان شاء الله الرجاله اللي موجوده تكون قد المسؤوليه، وان شاء الله نفرح كلنا النهارده ان شاء الله. كام النتيجه؟ 1-0 ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. طبعا دي كانت بعض انطباعات واراء جماهير النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه والمرتقبه. طبعا غياب احمد فتحي وغياب حسام عاشور اكيد هو شيء مؤثر بالنسبه للجهاز الفني، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي مليء باللاعبين الجيدين اللي يقدروا يعوضوا غياب لاعبين كبار زي احمد فتحي.